سيادة الوزير، هو حدث تقصير من الجانب السوداني في حماية مشجعين مصريين. من الجانب السوداني هو اللي حصل، ان عدد الحافلات وعدد الاتوبيسات اللي بينقلوا المصريين نتيجة الازدحام، المسافة للمطار اقل من 20 دقيقة، ولكن نتيجة الازدحام توقفوا، فخرجوا الجزائريين. ما لا تعلموا ان الجزائريين، المشجعين الجزائريين بقالهم 3 ايام في شوارع الخرطوم بيشتروا خناجر وبيشتروا مطاوي. دي ناس مش راحة تشجع كورة، دي ناس راحة تنتقل. لا دي ميليشيا يا فندم، دي ميليشيا تمارس عمق. اللي احنا بنقوله النهاردة ان احنا بنطمن الناس اللي موجود في فندق، اللي موجود في مكان امن يظل فيه، في ناس موجودة في السفارة في حراسة الامن، في ناس وصلت المطار واوريدي بتركب طيارات، وفي تنسيق على اعلى مستوى، واحنا موجودين على اتصال دائم بيه. المشكله بس يا استاذ انس ان الـ 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 المطار الـ الـ البوابات مقفوله، قولوا لهم يفتحوا المطار علشان الاتوبيسات تعرف تدخل فورا لو سمحت. رساله مهمه استاذ انس، في اتصال بيتم عشان تعجيل حركه الطائرات. سيادة الوزير، الطيارات واقفه هناك، 9 طيارات هتاخد الناس اللي موجودين، مش هتعرف الطيارات تطلع الآن. هما بيتكلموا على إن المطار ده كمان عنده مشكلة، الممرات بتاعته قصيرة فمحتاج أضواء، وفي مشكلة فنية. هل المشكلة سيادة الوزير أحمد شفيق؟ أكيد الطيارين المصريين عندهم كفاءة، هيعملوا فيها إيه بالليل؟ الوزير أحمد شفيق عامل غرفة عمليات وبيتابع بنفسه هذا الكلام، وعلى اتصال فاتح هوت لاين معاهم وبيتابع الموقف لحظة بلحظة. أهم شيء يا أستاذ أنس المطار أبوابه تتفتح، لو سمحتم كلموا الجانب السوداني أن يفتحوا أبواب المطار، الناس مش عارفة في 10,000 واحد كانوا واقفين برا المطار مش عارفين يدخلوا. سيادة الوزير، احنا على اتصال بالسلطات في المطار يا عمرو، وهنطمنكم واحنا موجودين مع الناس لحظه بلحظه. سياده الوزير، طمن الاهالي الموجودين في مصر، موجودين بالقاهره، عن حاله المصابين، عدد مثلا جالكوا احصاء رسمي لحد دلوقتي؟ ما جالناش احصاء، جالنا حاجات بسيطه جدا، وبعض الناس بيقولوا احنا سمعنا ان في منطقه اسمها العفراوي امام فندق روتانا اعتدوا على بعض الناس، في اتوبيسات اتضرب عليها طوب، انما ما جالناش اي بيانات عن حالات اصابات لان الناس متفرقه في اماكن مختلفه. سياده الوزير، احنا بنقول للناس اللي موجودين هناك انه اللي موجود في مكان، في اوتيل، في جامع، في كنيسه، يفضل قاعد، يا رب يبات هناك لغايه ما الدنيا تتامن. ده صحيح كده؟ مش للدرجه دي يا عمرو، هم في مجموعه كبيره موجوده داخل السفاره ومؤمنه، في موجود مجموعه في احدى المطاعم، ودول بعض الاعلاميين موجود معاهم، وحظهم ان وزير الخارجيه السوداني نفسه موجود معاهم وعلى اتصال بوزير الداخليه السوداني، وانا على اتصال بيهم، وفي بعض الناس موجوده في فنادق وهتبات لغايه بكره في هذه الفنادق ومؤمنين. احنا قلنا كده. شكرا السيد انس الفقي، وزير الاعلام المصري. تحرك مصري سريع وعلى اعلى مستوى زي ما